محمد العويس ويتصدر القائمة المؤقتة لهذه الفرص. الفارس الثاني عبد في المركز الأول وفي دولة الإمارات العربية المتحدة محمد عمران أحمد علي العويس مركز أول نتيجة كبيرة الوحيد في هذا الشوط وزمن سريع جدا كان ينطقي الجواب باستيان روزيت للجواد والكأس للفارس والصورة التذكارية مع مدير عام نادي أبو ظبي الدولي للبوليسية السيد عدنان سلطان العيني. في المركز الثاني وكان يحتفظ للجواد في اي بي ستاكادون انه الفارس موفي عويضة الكربي. في المركز الثالث وجواده كوراندو 11 عبد الرحمن احمد امين. في المركز الرابع من هذه الكلاس من دولة الامارات العربية المتحدة سعيد محمد المازني. سعيد احتل المركز الرابع على صفوة الجواد الكوماندوس. في المركز الخامس من سوريا عماد غريب والجواد كواترو 3. أما في المركز السادس من هذه الكلاس حمد سلطان اليحياني كان حمد يمضي الجواد بونشوفي. مبروك للفائزين الستة وشكرا للسيد عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبو ظبي للدولي لهذه الالتفاتة والتكريم. ومع الفائز في هذه المسابقة محمد عمران العويس وقفة مع السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. مبروك للفرسان الستة ووراء الفائز في هذه المسابقة محمد عمران أحمد علي العويس والجواد باستيان. جولة شرف.